السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأحبة، أهلا بكم إلى حلقة نهاية الأسبوع من برنامج عناوين، نستعرض فيها وإياكم أبرز العناوين في صحافتنا المحلية والعربية والعالمية. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ المشوار بأبرز العناوين. في الطريق إلى نهائيات كأس أمم آسيا، الأحمر يواصل تحضيراته في عمان قبل لقاء المنتخب الفلسطيني. تعديلات جذرية في الرزنامة الكروية المحلية ولوائح وضوابط جديدة تمنع التحايل. حلم المونديال الروسي يداعب الأخضر السعودي في مواجهته الكنغر الأسترالي. كوكبة من أساطير العالم يواجهون أسود الرافدين في مباراة استعراضية بجذع النخلة. وفان دايك خارج الكوب وليفربول يحاول لملمة فضيحته وإخماد البركان باعتذار قسري. نستهل جولتنا في الصحافة المحلية من أخبار منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، حيث يواصل الأحمر استعداداته في معسكره الخارجي بالعاصمة الأردنية عمان تأهبا لملاقاة منتخب فلسطين في 13 من الشهر الجاري برام الله ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات. صحيفة الرؤية تابعت آخر التحضيرات فعنونت تقول: منتخبنا الوطني يواصل استعداداته لمباراة فلسطين، حيث يتدرب منتخبنا يوميا في الملعب ذي العشب الصناعي تراتان بمدينة الحسين الرياضية، وتسود تدريبات المنتخب في معسكره بعمان الروح المعنوية العالية. وشهد المعسكر مشاركة الحارس الأمين علي الحبسي وزملائه في تدريبات اليوم، حيث انضم إلى جانب فايز الرشيدي ورياض سبيت اللذين أبديا سعادتهما بانضمامه للمعسكر استعدادا لمباراة فلسطين. ولا نزال مع استعدادات الأحمر، حيث ألقت صحيفة عمان الضوء على معسكر المنتخب والذي شهد زيادة وتيرة التحضيرات قبل المواجهة الهامة أمام الشقيق الفلسطيني. نتابع. رفع منتخبنا الوطني لكرة القدم استعداداته في معسكره بالعاصمة الأردنية عمان لمواجهة منتخب فلسطين في 13 من الشهر الجاري برام الله ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا المقبلة التي ستقام بدولة الإمارات العربية المتحدة في 2019. ويتدرب منتخبنا يوميا في الملعب ذي العشب الصناعي تراتان بمدينة الحسين الرياضية، وتسود تدريبات المنتخب في معسكره بعمان الروح المعنوية العالية. تدريبات المنتخب الوطني شهدت جدية وحماسا بين اللاعبين، ويسعى الجهاز الفني إلى الاستفادة من هذا المعسكر والتعود على أرضية الملعب الصناعية، وهي نفس نوعية الأرضية التي ستلعب بها مباراة فلسطين. ويسعى الجهاز الفني إلى الوصول إلى الجاهزية الكاملة للاعبين، وكذلك اختيار التشكيلة المناسبة التي سيخوض بها المباراة. ويعكف الجهاز الفني بقيادة الهولندي بين فيربيك على متابعة كل صغيرة وكبيرة عن المنتخب الفلسطيني الشقيق الذي أقام معسكرا تدريبيا في المملكة المغربية وآخر في مملكة البحرين، كما خاض مباراة تجريبية مع المنتخب البحريني. وقال مدير المنتخب مقبول البلوشي لعمان الرياضي إن جميع اللاعبين شاركوا في التمرينات باستثناء عبد الله فواز وعمر الفزاري اللذين تعرضا لإصابات بسيطة، وقال إن منتخبنا سيتوجه يوم الأحد المقبل لرام الله. من جهة أخرى، من المقرر أن يلتقي رئيس الاتحاد سالم لوهيبي مع نظيره الأردني الأمير علي بن الحسين، وسيبحث لوهيبي مع الأمير علي علاقات البلدين الرياضية وخصوصا بمجال كرة القدم، وكذلك اتحاد غرب آسيا الذي يرأسه الأمير علي بن الحسين. وسيغادر لوهيبي اليوم إلى الأردن لترأس بعثة المنتخب الوطني. The
من جانبه أكد الدكتور جاسم الشكيلي النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم نجاح المعسكر التدريبي بقيادة الهولندي بن فيربيك. صحيفة عمان أبرزت تصريحات الشكيلي فعنونت على لسانه تقول: الشكيلي: معسكر الأردن يسير وفق المخطط له. وقال الشكيلي في تصريحات له من العاصمة الأردنية عمان لعمان الرياضي إن المعسكر يسير وفق ما هو مخطط قبل التوجه لمدينة رام الله الفلسطينية لملاقاة المنتخب الفلسطيني، مشيرا إلى أن اختيار عمان يأتي لتشابه أجوائها مع الأجواء الفلسطينية. وشكر الشكيلي الاتحاد الأردني على ما يقدم من خدمات لوجستية وملاعب تصب كلها في نجاح المعسكر. وأضاف الشكيلي إن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني يعي جيدا أهمية المباراة ولديه تصور واف عن المنتخب الفلسطيني المعروف بالفدائي. ونبقى مع أخبار منتخباتنا الوطنية، حيث يستضيف منتخبنا الأولمبي لكرة القدم مساء اليوم الخميس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر تمام 10:30 مساء يستضيف نظيره المنتخب الأردني في مباراة ودية استعدادا لخوض الأحمر الأولمبي للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات آسيا للمنتخبات الأولمبية التي تقام في الصين 2018. صحيفة الرؤية قدمت اللقاء في عنوان قالت فيه: الأحمر الأولمبي يواجه الأردن وديا تأهبا للتصفيات الآسيوية. وتأتي هذه المواجهة الودية للأحمر الأولمبي ضمن معسكره الداخلي الحالي والذي يستمر حتى 13 يونيو الجاري، وسيكرر المنتخبان التجربة الودية مجددا مساء يوم الأحد المقبل. ويسعى الفريقان إلى الاستفادة من هذه التجربة الودية والخروج بأقصى فوائدها الفنية، حيث ستكون الفرصة سانحة لمدرب منتخبنا الأولمبي حمد العزاني لإعطاء الفرصة للوجوه الجديدة وتحديدا تلك التي لم تشارك في بطولة التضامن الإسلامي الأخيرة بأذربيجان والتي حقق فيها المنتخب الميدالية الفضية، إلى جانب معرفة الجهاز الفني بمستويات اللاعبين البدنية والفنية الذين تم استدعاؤهم بعد ختام الموسم الكروي. إلى أخبار أنديتنا المحلية، فقد أبرزت صحيفة عمان حلول السلطنة في المركز 26 في تصنيف مسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. أبرزته في عنوان يقول: أندية السلطنة في تصنيف 26 آسيويا. حيث حصلت أندية السلطنة على 13.3 نقطة فيما جاءت الصدارة للإمارات برصيد 95.428 نقطة مع تأهل نادي العين إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وتواصل مسيرة منتخب الإمارات في تصفيات كأس العالم روسيا 2018. ولم يحصل أي تغيير على المراكز الثلاثة الأولى، حيث احتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني برصيد 89.128 نقطة، وقطر المركز الثالث برصيد 82.977 نقطة. وينتظر أن يصدر التصنيف المقبل في نوفمبر المقبل، والذي سيتم الاعتماد عليه من أجل تحديد مقاعد دوري أبطال آسيا في عامي 2010-2019. علم عمان الرياضي أن برنامج الموسم الكروي المقترح الذي تمت صياغته مؤخرا يتضمن تغييرات جذرية في معظم البطولات باستثناء دوري عمان تيل الذي سيعود بمواصفاته نفسها، ولكن مع ضوابط جديدة ولوائح تشدد على نزاهة المنافسة ومنع أي تحايل في المباريات تؤثر على عدالة التنافس بين الفرق. مزيد من التفاصيل من خلال هذه القراءة. عالم عمان الرياضي أن برنامج الموسم الكروي المقترح الذي تمت صياغته مؤخرا يتضمن تغييرات جذرية في معظم البطولات باستثناء دوري عمان تيل الذي سيعود بمواصفاته نفسها، ولكن مع ضوابط جديدة ولوائح تشدد على نزاهة المنافسة ومنع أي تحايل في المباريات تؤثر على عدالة التنافس بين الفرق. برنامج الموسم الكروي الذي تفجر في أزمة باتحاد الكرة بعد رفعه إلى طاولة مجلس الإدارة مباشرة من دون المرور عبر لجنة المسابقات ذات الاختصاص والمسؤولة عن إدارة المنافسات والإشراف على مبارياتها،
سيعاد مرة أخرى إلى اللجنة لتطلع عليه وتجري أي تعديلات ترى أنها ضرورية، ثم ترفعه إلى مجلس الإدارة ليناقشه في اجتماعه المقبل وإجازته ليتم نشره. التغييرات التي ستتم على برنامج الموسم تستهدف تقليل عدد مباريات بعض المنافسات، وذلك بغرض تخفيف الضغوط على الأندية التي سبق لها أن اشتكت من اللعب المتواصل الذي يتسبب في إرهاق اللاعبين ويحرمها من تحقيق النتائج الإيجابية. ويركز البرنامج المقترح على مراعاة الأندية المشاركة في البطولات الخارجية القارية والإقليمية بعد التجارب الأخيرة التي كشفت عن تأثر المستوى الفني للفرق التي تشارك خارجيا بالتراجع في النتائج. وتحرص لجنة المسابقات على ضرورة تجديد اللوائح والضوابط المنظمة للبطولات التي يشملها برنامج الموسم الكروي، بما يضمن سير المنافسات بالصورة المطلوبة التي تحقق الاستقرار والانضباط ثم التطور الفني وتصاعد المستويات الفنية التي تنعكس إيجابا على المنتخبات الوطنية. وتشدد المسابقات بصورة كبيرة على أهمية مشاركة جميع الأندية في منافسات المراحل السنية، وأن تكون إلزامية، وتوقيع عقوبات وغرامات فورية على أي ناد يتخلف عن المباريات، لأن أي تخلف أو انسحاب يعني حدوث ربكة في برنامج البطولة المعنية. الأيام القليلة المقبلة ستكشف عن إذا ما ستحدث المزيد من التعديلات على برنامج الموسم عقب الاطلاع عليه من لجنة المسابقات، أم سيتم اعتماده كما هو بتعديلاته التي تمت بعد مشاورات إدارية وفنية. في خضم تحضيراته للموسم الكروي المقبل ومن أجل العودة للواجهة من جديد، يعتزم نادي صور مخاطبة نادي العروبة في عودة اللاعب خالد صالح الذي تمت إعارته للعروبة هذا الموسم. عمان الرياضي تابعت رؤى إدارة العميد وعنونت تقول: خالد صالح مطلوب في صور، وقد تقدمت إدارة العروبة في طلب اللاعب للانضمام لصفوف الفريق على ضوء اللوائح والقوانين المنظمة في اتحاد الكرة حول إعارة لاعبي الدرجة الأولى إلى أندية دوري عمان تل لكرة القدم. وقد ظهر اللاعب بمستوى فني رفيع في المباريات التي لعبها العروبة، ويجري صور العديد من المفاوضات مع لاعبين سوف يعلن عنها خلال الفترة المقبلة. صحيفة عمان تناولت بحث المدرب الوطني ناصر الحجري عن فرصة تدريبية له في الموسم الكروي المقبل من باب رغبته في مواصلة العطاء في تدريب الساحرة المستديرة لتخرج، بعنوان قالت فيه: ناصر الحجري يبحث عن محطة تدريبية جديدة. وكان الحجري قد قاد دفة فريق الخابورة في الأمتار الأخيرة من الموسم المنصرم، وعمل ما بوسعه لبقاء الفريق بين أندية الكبار، لكن الظروف لم تسعفه في تحقيق ذلك رغم الجهد الذي بذله لتكييف أوضاع اللاعبين، حيث ذهبت الغلبة لفريق مرباط الذي حل ضيفا جديدا مكانه في دوري عمان تل وهبط هو إلى الدرجة الأولى. وقال موسى الهدابي وكيل أعمال اللاعبين والمدربين: المدرب ناصر لديه خبرة تدريبية ذاتية متميزة وحاصل على عدد من الدورات التدريبية في كرة القدم، وسبق وأن درب في بدية وجعلان والاتفاق وقاد الخابورة في آخر 10 مباريات ولم يخسر سوى مباراتين وفاز في 3 وتعادل في 5، ولم تساعد ظروف النادي على استمراريته. إذن هذه كانت جولة سريعة في أخبارنا أو في عناويننا المحلية. بعد الفاصل بمشيئة الله نبدأ جولتنا في الصحافة العربية، تفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم ونرحب بكل من انضم إلينا عبر هذه الدقائق من عمر البرنامج، ونبدأ جولة مباشرة في الصحافة العربية من المملكة العربية السعودية، حيث يخوض المنتخب السعودي بعد أقل من ساعة من الآن مواجهته الثامنة ضمن المجموعة الثانية النارية في التصفيات النهائية لقارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018 أمام مضيف المنتخب الأسترالي على الملعب البيضاوي في مدينة أديلايد الأسترالية التي وصلها الأخضر الأسبوع الماضي قادما من ألمانيا. صحيفة المدينة أبرزت الموقع الهامة التي تنتظر الأخضر، فعنوانت تقول: الأخضر في المهمة الأخطر أمام الكنغر. وستتسم المباراة بالقوة في الأداء لرغبة الفريقين في حصد النقاط التي يحاول من خلالها الأخضر السعودي حجز بطاقته في المونديال من خلال هذه المباراة، حيث يحتل مركز الوصافة في المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب الياباني الذي يتساوى معه بالنقاط برصيد 16 نقطة، فيما يحتل المنتخب الأسترالي المرتبة الثالثة برصيد 13 نقطة، وهو بحاجة للفوز للإبقاء على آماله قوية في بلوغ المونديال، لا سيما وأن المباراة تأتي على خلفية تعادل الفريقين في الذهاب بهدفين لكل منهما. إلى الإمارات، حيث تغلب المنتخب الإماراتي لكرة القدم بأربعة أهداف نظيفة على منتخب لاوس في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين أمس على ملعب شاه عالم في كوالالمبور استعدادا لمواجهة تايلاند في 13 من الشهر الجاري ضمن تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال 2018. صحيفة الاتحاد تابعت فعنوانت تقول: الأبيض يكسب ودية لاوس بالأربعة. سجل أهداف الأبيض كل من علي مبخوت هدفين في الدقيقة 13 والسابعة والأربعين، وأحمد خليل في الدقيقة 38، وطارق الخديم في الدقيقة 70. ويغادر رفاق عمر عبد الرحمن ماليزيا صباح اليوم متوجهين إلى تايلاند لاستكمال معسكرهم بالعاصمة بانكوك استعدادا لمواجهة المنتخب التايلاندي الثلاثاء المقبل. بعد التجربة الودية التي خاضها العنابي القطري أمام منتخب كوريا الشمالية، تساءلت صحيفة العرب: هل استفاد العنابي من دروس كوريا الشمالية؟ التفاصيل من خلال هذه القراءة. تعتبر المباراة الودية التي جمعت العنابي مع نظيره الكوري الشمالي أمس الأول فرصة لاتحاد الكرة لتأمل تجربة آسيوية ناشئة بإمكانها أن تكون قوة كروية صاعدة في القارة الصفراء في السنوات المقبلة، لما تتوفر عليه من مقومات رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجهها بسبب عزلة البلاد والحصار المضروب عليها من كل جانب. الاستفادة الفنية من المباراة متروكة للجهاز الفني بقيادة فوساتي وفريق عمله الموسع، رغم أن الأمر أصبح تحصيل حاصل بعدما فقد العنابي الأول كل حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل لمونديال روسيا 2018 المباشر منها أو غير المباشر. من يرى وفد منتخب كوريا الشمالية القادم إلى الدوحة سيتأكد له عيانا أن الإمكانيات ليست كل شيء، فمقابل جيش من المساعدين الذين يعملون مع فوساتي في كل شيء بما فيها التصوير والتحليل الفني، كان لافتا أن أعضاء الجهاز الفني لمنتخب كوريا الشمالية معدودون على رؤوس الأصابع، فالمدرب الألماني يورن أندرسون يشتغل تقريبا وحيدا مع المنتخب، وقد كان وراء إعادة تنظيم الدور المحلي، وقد انطلق فعليا في شهر يناير الماضي بمجموعة 14 ناديا مقابل 6 أندية من قبل. فوساتي وقبله كل المدربين تلبى طلباتهم فورا دون مناقشة، ويوفر لهم اتحاد الكرة عن طريق إدارة المنتخبات كل ما يحلم به أي جهاز فني في العالم، لكن النتيجة لا تعكس كل ما يصرف على المنتخبات ولا ما يبذل في سبيله من جهد لوجود خلل في منظومة العمل يتعين على مسؤوليه الانتباه لها، وإلا فإن الأمر سيصبح مثل دوامة لن يخرج منها أبداً. قد يكون العنابي هو المنتخب الوحيد في العالم الذي يخوض معسكرات داخلية أو خارجية طويلة، ويوقف اتحاد الكرة الدور المحلي من أجله أكثر من مرة في الموسم الواحد، إلى درجة أن بعض مدربي الأندية أبدوا تبرمهم من الأمر مرارا سرا أو علانية، لما يشكله ذلك من إرباك لفرقهم.
ليس خافيا أن أحد مفاتيح نجاح بلدان شرق القارة عموما ورياضيا بالخصوص هو الانضباط والمثابرة في العمل والاجتهاد، انطلاقا من محفزات داخلية لا ترتبط بمقدمات عقود خيالية ولا رواتب مجزية أو منح مباريات وغيرها من المستحقات. قد يطول الحديث في هذا الشأن، لكن النقاط السالفة ربما تشكل درسا من دروس شتى يمكن التمعن فيها بترو لاستخلاص العبر من تجربة فتية تسلك طريق النجاح دون ضجيج إعلامي ينفخ في الفقاعات ويوهم العطشان بوديان من السراب. إلى مصر، فقد حسم الأرجنتيني هيكتور كوبارا المدير الفني للمنتخب المصري صراع الثلاثي عصام الحضري وشريف إكرامي وأحمد الشناوي لحراسة مرمى الفراعنة أمام تونس في استهلال مواجهات الفريق في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية، وقرر اختيار الحضري بعد ظهوره بشكل طيب في التدريبات فضلا عما يملكه من خبرة كبيرة في المواجهات الأفريقية. صحيفة المصري اليوم تناولت الخبر في عنوان يقول: كوبر ينتصر للحضري في صراع حراس المرمى. وكانت الفترة الماضية قد شهدت جدلا كبيرا في ظل تنافس الحراس الثلاثة على المشاركة أمام نسور قرطاج، وهو ما دفع أحمد ناجي مدرب حراس المرمى إلى الامتناع عن تزكية أي من الحراس لكوبر وتأكيده على أن جميعهم يتمتعون باللياقة الفنية والبدنية التي تؤهله للمشاركة أساسيا، وأن الأمر متروك للمدرب الأرجنتيني. ومن جانبه أعرب الحضري عن أمله في صناعة مجد جديد بالمساهمة في قيادة الفراعنة للتأهل للبطولة الأفريقية، فضلا عن تحقيق حلم الملايين بالصعود لكأس العالم بعد غياب دام لأكثر من ربع قرن. إلى العراق، فبعد أن أعلن مدير شركة عشتار للإنتاج التلفزيوني والسينمائي محمد هيجل عن إقامة مباراة استعراضية ستجمع بين أساطير المنتخب العراقي وأساطير العالم على أرضية ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة خلال شهر أغسطس المقبل، كشفت صحيفة المدى عزم اتحاد الكرة العراقي ضمان حقوقه بعد تلقيه رسالة تلزمه بدفع 250 ألف دولار. نتابع. أوضح رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود أن اتحاده لم يتلقى طلبا رسميا من شركة عشتار للإنتاج التلفزي والسينمائي المحدودة بخصوص إقامة مباراة ودية بين منتخب أساطير العالم مع أساطير منتخبنا يوم الأول من أغسطس المقبل على ملعب جذع النخلة بالمدينة الرياضية في محافظة البصرة، بعد رفع الحظر الجزئي عن الكرة العراقية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأضاف مسعود للمدى أنه تلقى رسالة من محمد هيجل مدير شركة عشتار توضح بأنه يتوجب على اتحاد الكرة دفع مبلغ 250 ألف دولار للشركة الإماراتية الراعي الرسمي لمنتخب أساطير العالم مقابل خوض المباراة الدولية مع منتخب أساطير منتخبنا، إلى جانب حصولها على جميع الواردات بخصوص التذاكر التي سيتم بيعها للجماهير، وكذلك الإعلانات التي ستوضع في ملعب جذع النخلة بالمدينة الرياضية في البصرة لأهمية المباراة، لا سيما أن منتخب أساطير العالم يضم في صفوفه أبرز اللاعبين البرازيليين رونالدينهو وريفالدو والإيطالي مالديني والهولنديين سيدروف وفاندرسار. وأوضح مسعود أن اتحاد الكرة لن يحصل على أي شيء من المباراة عند دفعه مبلغ 250 ألف دولار وتحمله جميع الجوانب الإدارية والفنية والأمنية الواجب توفرها في محافظة البصرة، وفي المقابل ستحصل شركة عشتار على الحقوق الحصرية بتسويق المباراة إلى القنوات المحلية والعربية والأجنبية الراغبة بشرائها لكي يتم نقلها مباشرة. وأشار إلى أنه في حالة وصول كتاب رسمي إليه فإنه سيدخل في مفاوضات مع كلتا الشركتين، بما يؤدي إلى حصول اتفاق نهائي يضمن حقوقنا ويضع ترتيبات مثالية بين جميع الأطراف،
من أجل المساهمة في وصول تلك المباراة إلى بر الأمان التي ستؤكد أحقيتنا في ضرورة رفع الحظر الكلي عن جميع الملاعب العراقية، وخاصة بعد النجاح المنقطع النظير الذي حققته المباراة الدولية الودية التي جمعت أسود الرافدين مع شقيقه الأردني على ملعب جذع النخلة بعد 22 يوما من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم برفع الحظر الجزئي عن ملاعب مدن أربيل في إقليم كردستان والبصرة وكربلاء. إلى الجزائر، حيث كشفت صحيفة الشروق نقلا عن يومية إيبولا البرتغالية في تقرير لها نشرته أمس الأربعاء أن الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي يتواجد محل صراع بين ناديين إنجليزيين هما ويست هام وإيفرتون، اللذان أبديا رغبتهما في التعاقد معه مباشرة بعدما تلقى الضوء الأخضر من إدارة نادي بورتو لمغادرة النادي، لتخرج الصحيفة بعنوان قالت فيه: إيفرتون وويست هام يتصارعان على ضم إبراهيمي. حيث كشفت اليومية أن إدارة نادي بورتو ستعمل على تجديد الفريق بعدما فشل في التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي، الأمر الذي فتح الباب أمام رحيل إبراهيمي الذي كان نادي إيفرتون قد وضعه في القائمة بداية الموسم الحالي، وكان أقرب إلى التوقيع له في آخر يوم من فترة التحويلات الصيفية، غير أن الصفقة فشلت بسبب بعض الوكلاء الذين أفسدوها. لكن إدارة نادي إيفرتون مصممة هذه المرة على التعاقد مع اللاعب مهما كلفها ذلك من ثمن. نواصل مشوار عناوين ونبدأ جولتنا في الصحافة العالمية من البرتغال. فبعد أن نشرت تقارير صحفية تفيد بتلقي نادي ريال مدريد عروضا تقدر ب 180 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدمات نجم الفريق كريستيانو رونالدو، أبرز صحيفة إيبولا تصريحات الدون حول هذا العرض فعنونت على لسانه تقول: ليس هناك ما هو مستحيل. حيث قام أحد الصحفيين بطرح سؤالا هاما على كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد والمنتخب البرتغالي خلال معسكر منتخب بلاده استعدادا لتصفيات كأس العالم روسيا 2018، ليسأله: كريستيانو، هل ستغادر مدريد؟ فابتسم رونالدو، فقال له الصحفي: أفهم من ذلك أنه مستحيل؟ رد عليه صاروخ ماديرا وقال له: لا مستحيل. إلى عالم البريمير ليج، فقد أعلن نادي ليفربول بشكل رسمي إنهاء اهتمامه بالتعاقد مع فيرجيل فان دايك مدافع ساوثهامبتون بعد سوء التفاهم الذي جرى بين الناديين بسبب الصفقة. صحيفة الإكسبريس تابعت ما حدث لتكتب في عنوانها: فان دايك خارج الكوب. حيث قدم نادي ليفربول اعتذارا رسميا لساوثهامبتون على سوء التفاهم في الاهتمام بمدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك وقرر الانسحاب من التعاقد معه. وقال بيان ليفربول الرسمي: يبدي نادي ليفربول أسفه حول أنباء وسائل الإعلام المرتبطة بنادي ساوثهامبتون وانتقال لاعبه بين الناديين. وكان الريدز قد حاول التعاقد مع المدافع الهولندي بخمسين مليون جنيه استرليني، وأشارت بعدها العديد من الصحف لقيام ساوثهامبتون بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الإنجليزي متهما ليفربول باستخدام طرق غير مشروعة لضم فان دايك، وهو ما جعل الريدز ينهون اهتمامهم باللاعب تخوفا من أي عقوبة قد تحرمهم من التعاقدات في المستقبل. وإلى إسبانيا، فقد فتح الإيطالي ماركو فيراتي الباب لمفاوضات برشلونة الذي يضعه على راداره في فترة الانتقالات الصيفية، حيث رحب نجم باريس سان جيرمان بالانتقال للبلوغرانا حسب ما كشفت عنه صحيفة سبورت والتي خرجت بعنوان قالت فيه: فيراتي يفتح الباب. هذا وينتظر فيراتي العرض الذي سيقدمه برشلونة من أجل استقطابه، أملا في أن يكون عرضا مناسبا حتى تتم الصفقة ويتمكن من ارتداء قميص البلوغرانا في الموسم المقبل، بينما لم يضع النادي قيمة للتعاقد مع النجم الإيطالي بعد، حيث ستتم مناقشة كل ما يتعلق بالصفقة في الأيام القادمة،
قبل أن تعرج الصحيفة إلى أن البرسا بدأ المفاوضات مع هيكتور برلين ودوغلاس كوستا لتدعيم صفوف النادي الكتالوني. وصلنا بكم إلى فقرة الكاريكاتير والتي اخترناها لكم من صحيفة الجزيرة السعودية. وإلى همسة اليوم والتي تقول: فما إن فاز ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة 12 في تاريخه حتى انشغل جمهور كرة القدم بمتابعة بطل النهائي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يرتبط بعلاقة خاصة مع ابنه جونيور. في هذا الفيديو أثبت جونيور أن الولد سر أبيه. فعلا رونالدو الذي حرص على الاحتفال بصحبة ابنه جونيور في ملعب البرنابيو كعادته بكل المناسبات المهمة، رصدت الكاميرات فيديو له وهو يظهر مهاراته الكروية أمام أطفال من سنه. وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرونالدو جونيور أثناء مراوغته لاعبين من عمره بطريقة فنية رائعة، حين مر عنهما بكل سهولة لتتعالى الصيحات في المدرجات قبل أن يتجه نحو المرمى ويسجل أول هدف له في ملعب سانتياغو برنابيو. وصلنا إلى ختام مشوار عناوين هذا اليوم، شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، دمتم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.